أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: نحن في بلد يكثر فيه الشرك بالله، والدعاة فيه على مذهب من يعذر بالجهل في من يعذر بالجهل، فما الشرك ما في عذر، الشرك ما في عذر، من سمع القرآن والسنة والوعيد في ذلك ما هم معذور، معذور اللي ما سمع شيء ولا بلغه شيء، هذا الذي يعذر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.